أكد عبد الله سعيد لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني عدم تلقيها أي عروض من الأندية السعودية للانتقال إلى أحدها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأضاف سعيد أنه سعيد في النادي الأهلي في ظل النجاحات التي يحققها معه، وأنه يركز حاليا مع المنتخب الوطني ويتمنى المشاركة في إسعاد الجماهير بتحقيق الفوز على أوغندا، مشيرا إلى قدرة التشكيلة الحالية للمنتخب الوطني على الوصول لكأس العالم. وكانت أنباء قد ترددت مؤخرا بتلقي السعيد عرضا من نادي الهلال السعودي للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.